مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. يوم الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، لكن حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، وبالتالي فإن الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 41 والصغرى 28، المناطق الغربية ما بين 39 إلى 41 والصغرى بحدود 31، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، زخات رعدية من المطر أحيانا قد تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، وأيضا قد تمتد الغيوم إلى منطقة الرياض إداريا، وهناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر مختلفة الشدة بين الحين والآخر، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء. الحرارة المتوقعة في المناطق الجنوبية الغربية العظمى 27 والصغرى 19، منطقة الرياض 42-31، الشمالية الشرقية 40-28، والمنطقة الشرقية معدل عظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة 41-27 في المناطق الشمالية الغربية، المناطق الغربية ما بين 40 إلى 43 العظمى والصغرى 31 مع ظهور السحب الركامية، المنطقة الجنوبية الغربية غائم جزئي مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 29-20. يوم الاثنين تتراجع فرصة سقوط الأمطار في المناطق الغربية والجنوبية الغربية، تضعف عما كانت عليه يوم الأحد، المنطقة الوسطى 42-30، الشمالية الشرقية 41-28، والمنطقة الشرقية 40-29 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الحارة 41-26، المناطق الشمالية الغربية، المناطق الغربية 40-32، الجنوبية الغربية غائمة جزئيا، احتمال سقوط زخات رعدية من المطر 29-20، الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 42-29 مع ظهور بعض السحب الركامية، والمنطقة الشمالية الشرقية 42-29 وأجواء حارة، أيضا المنطقة الشرقية أجواء حارة 41 إلى 30 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة 42-28، المناطق الشمالية الغربية بنلاحظ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية، وبالتالي الصغرى بتكون بحدود 28 درجة، المناطق الغربية 38 إلى 40 معدل عظمى والصغرى 31، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر 29-20، منطقة الرياض أجواء غائمة جزئيا 40 إلى 30، والمنطقة الشمالية الشرقية ظهور بعض السحب الركامية وأجواء حارة 42-27، المنطقة الشرقية أجواء حارة 41 إلى 30 درجة مئوية. ويوم الخميس ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية أكثر وأكثر، وبالتالي أجواء حارة 43-27، المنطقة الغربية 48 إلى 40 العظمى والصغرى 30، أيضا ظهور بعض السحب الركامية، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر 27-20، ومنطقة الرياض والوسطى معدل عظمى 41 والصغرى 29 مع ظهور السحب الركامية، المنطقة الشمالية الشرقية 42-27 أجواء حارة، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 41-30 مع ظهور بعض الغيوم الركامية. ويوم الجمعة القادم أيضا أجواء حارة 42-27، المنطقة الغربية ما بين 38 إلى 40 العظمى أجواء حارة وصغرى بحدود 30، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا خاصة في فترة ما بعد الظهر مع احتمال سقوط زخات رعدية أحيانا 28-20، منطقة الرياض أجواء حارة 42-30، والمنطقة الشمالية الشرقية 43-27 أجواء حارة، وكذلك المنطقة الشرقية 43 إلى 30 مع أجواء حارة. نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة، ونتمنى للجميع السلامة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.